مرحبا بكم غلطة خيرية ومرحبا بالجميع وكورونا كورونا وصيف كورونا. ميرسي يعطيك الصحة. سلام عليكم ومرحبا بالجميع، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. تحية مسائية عطرة هنا من مدينة بونا، نحييكم. كما راكم تشوفوا الان رانا متواجدين في كورنيش العنابي والذي يشهد إعادة تهيئة كما تشاهدون، على غرار العديد من الشواطئ عبر القطر الوطني. هناك اشغال تسير بوتيرة جد مرتفعة تحضيرا لموسم الاصطياف، وحنا على مشارف الصيف خصوصا مع انتهاء الامتحانات، يعني يبقاو غير جماعة البيام والبكالوريا. بالمناسبة نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. اذا كما راكم تشوفوا مدينة عنابة في ابهى حلة وتستعد لاحتضان جميع المصطافين الى حتى السياح الاجانب. احنا نرحبوا بالجميع في بلدنا الجزائر وخصوصا هنا في عنابة. وإذا كنت تشوف فيدينا وتتابع في قناتنا لأول مرة فضلا وليس أمرا، أبوني في القناة وضغطوا نجام خوتي أسفل هذا الفيديو باش تحفزونا ونكملوا في هذا المحتوى إن شاء الله. نخليكم معنا من خلال هذا الفيديو، رايحين نخذوكم في جولة في عنابة وين إن شاء الله رايحين تستمتعوا معنا. كما راكم تشوفوا تم إعادة تهيئة الرصيف، ناهيك على وضع النخيل. خليونا تعليقاتكم خاوتي، انتقاداتكم كذلك لين تقبلوها بكل رحابة صدر. أنا نحكي على القناة، بالنسبة للانتقادات القناة الناس شوفوا بالنسبة لإعادة التهيئة أو إلا عجبتكم ولا لا. اسكو هاد الاضافات تشوفوا فيها من جانب مليحة ولا لا. احنا اليوم بتاريخ 1 جوان 2024، هناك اقبال محتشم على شواطئ مدينة عنابة. للاشارة هاد الاسبوع يشهد امتحانات شهادة التعليم المتوسط للبيام، بالتوفيق لكل تلامذتنا إن شاء الله. تابعوا معنا خوتي الفيديو للنهاية، تهلاو في رواحكم. في ختام هذا الفيديو حبيت نوجه تحية بالنسبة للناس اللي بقاو معنا حتى نهاية الفيديو. نتمنى لكم يوم سعيد، تهلاو في رواحكم خاوتي. تذكير فقط بالنسبة للناس اللي يشوفوا فينا ومش هم مشتركين في القناة، ابونيو في القناة وضغطوا نجام خاوتي اسفل هذا الفيديو باش تحفزونا ونكملوا في المحتوى. تقبلوا تحياتي، سلام.